ممكن برضو نعرف حاجه اسمها just noticeable difference، يعني احنا دلوقتي لو في عندنا حاجتين، في تو ستيمولاي، هقدر اميز بينهم ولا ما اقدرش اميز بينهم؟ طبعا ممكن ان احنا نتكلم عليهم كنوع من انواع الهيرنج ثريشولدز، من ناحيه الفريكوانسي ومن ناحيه الانتنسيتي. فبتكلم ان انا دلوقتي لو انا مثلا بتكلم عند الفريكوانسي، ده طبعا بيتغير مع الفريكوانسي وبيتغير مع الايه، مع الليفل، مع اللي هو الانتنسيتي ليفل نفسها. فلو بتكلم مع الفريكوانسي، انا دلوقتي مثلا عند 100 هرتز، كويس، ممكن ان انا اميز عند 40 ديسيبل، ممكن اميز حاجه اقل من 2.5 او اقل من 3 هرتز بس، يعني لو في فرق 3 هرتز ممكن اعمله اميزه كويس. اوكي، لو بتكلم على مثلا عند 1000، لا ممكن تبقى اكتر شويه، او تبقى مثلا عند 3.5 ولا حاجه زي كده. لو بتكلم عند 5000، 5000 لا، 5000 ما بميزش بقى فروقات كده، لازم اميز فروقات اكتر مثلا من عند 40 ديسبل مثلا، بتكلم على فروقات مثلا اعلى من 10 او قريبه من 20 مثلا. اوكي، لو بتكلم على 10000، لا 10000 ممكن تبقى اكتر بكتير. فعامه لا، عند كل فريكوانسي من الفريكوانسيز بتاعه الساوند ستيمولس اللي موجوده عندي، بيبقى عندي جاست نوتيسبل ديفرنس ان فريكوانسي حسب الانتنسي بتاعتي بتساوي كام. نفس الحاجه هي بالظبط نقدر نتكلم عليها with respect to الليفل. يعني بتكلم هنا مثلا على الليفل بتاعي اللي هو بتاع الساوند اللي جاي دوت. لو انا بتكلم مثلا على 4000 هرتز، بتكلم ان انا عند 60 ديسيبل مثلا اقدر اميز حاجه في حدود مثلا 0.3 ديسيبل تشينج في الساوند بريشر، واقدر يعني الاحظ ان في فرق بينه وبين السيمولس بتاعي. لو بتكلم مثلا ان انا عند 40 ديسيبل وعند مثلا سي 1000 هرتز مثلا هنا، لا انا لازم بتكلم بقى على فرق على الاقل 1 ديسيبل عشان اقدر اميز حاجه زي كده. فالكيرفات دي بتدينا اللي هو جاست نوتيسبل ديفرنس، بيديني الثريشولد بتاعتي اللي اقدر احس بيها بحاجات انها مختلفه. نفس الكلام بالظبط نقدر نتكلم عليه بالنسبه للديسكريميشن اوف تونز. هنلاقي ان احنا الديسكريميشن اوف تونز ده بيتاثر بالايجنج، بيتاثر بالشيخوخه. فهنلاقي ان احنا عندنا بالنسبه للفيميلز او بالنسبه للومن مختلف خالص عن المن. يعني بتكلم على السنين هنا من اول 20 لغايه 70، بتكلم برضو نفس الرينج هو. هنلاقي ان في الومن عموما هنلاقي ان الاختلافات مع الايجنج مش هنلاقيها كبيره قوي، يعني هنلاقي اقصى حاجه ان احنا ننزل مثلا هيبقى في عندنا فرق هيرنج لوس مثلا بحوالي 15 او 20 ديسيبل. المان ممكن يقلوا مثلا نتكلم على 35 ديسيبل مثلا في بعض الاحيان. فبنتكلم هنا احنا هنا بنبص من 50 و1000 و4000 ويعني من 50 بيسك لغايه 4000 هرتز. هنلاقي ان الفروقات بينهم 50 وال1000 مش باينين من بعض، ال2000 وال3000 بيبتدوا يبقى في فرق صغير بينهم، وبرده في فرق بينهم وبين ال4000. المان بقى بنلاقي فيه اختلاف كبير قوي بين ال 500 وال 1000 وبين ال 1000 وبين ال 2000 وهكذا. فالحقيقه ده بيبين لنا ان في عندنا اختلافات فعلا بالنسبه للمان مختلفه خالص عن الوامن. وطبعا دي بتاثر على جزء كبير قوي من البرسبشن بتاع الكلام بتاع هو الانتربريتيشن بتاع السبيتش. لان احنا عاده السبيتش بنلاقي ان احنا عندنا لو في اي ديتيريوريشن عند ال 2000 او اكتر من 2000، ده بيفرق معانا جدا في السبيتش انتربريتيشن. فنلاقي ان احنا عندنا الرجال في السن الكبيره يعني من اول 2000 مثلا ولا حاجه، بنلاقي ان من اول اللي هو يعني الجزء بتاع ال 2000 هرتز ولا حاجه، بنلاقي ان احنا فعلا بيبقى في ديتيريوريشن جامد جدا فيه. فبنلاقي ان في نتيجه لكده في صعوبه عند الرجال اللي في سن كبيره ان هم يقدروا يسمعوا بشكل واضح.